المقارب الأفقي لدالة. انطلاقا من هذه القاعدة، أي النهاية لـ F لـ X يساوي، لاحظ معي أولا X تقترب إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية، على حسب إن هنا إمكانية، إما الناقص ما لا نهاية أو الزائد ما لا نهاية، النتيجة تكون يساوي ب. إذا تحقق هذا، أي أن X تقترب من ناقص أو الزائد ما لا نهاية، النتيجة ب، نتكلم عن مقارب أفقي أي موازي للمحور X. ليكن لدينا معلم كما نلاحظ الآن، بحيث هنا المحور X، هنا المحور Y. من أجل تطبيق هذه القاعدة لدينا المثال التالي، هنا F لX يساوي X زائد 1 على X. المطلوب الآن تحديد نهاية الدالة F لX لما تقترب X إلى زائد ما لا نهاية. إذن هنا اقتراب، أو لما تقترب X من زائد ما لا نهاية، فإن النتيجة أي هنا 1 زائد 1 على X نفسها ما موجود هنا، وبالتالي النتيجة هي هنا 0، النتيجة هي 1. نكتب هنا بطبيعة نتيجة 1. هذا فيما يخص أن X تقترب إلى الزائد ما لا نهاية. هو كذلك إذا قمنا هنا بتحديد أن نهاية للدالة F لX تقترب إلى ناقص ما لا نهاية، بنفس الطريقة فإن النتيجة تساوي 1. لماذا؟ لأن 1 زائد 1 على X هذه دائما تساوي 0، سواء X تقترب إلى الزائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية، النتيجة دائما 1. النتيجة دائما تساوي 1، وبالتالي هنا حالة خاصة، يعني المقارب الأفقي، لاحظ معي المقارب الأفقي لما تقترب X نحو زائد ما لا نهاية هو نفس المقارب لما تقترب X إلى ناقص ما لا نهاية. الآن نقوم باختيار نقطة، نعتبر نقطة التالية، أي أن M لواحد، ونقوم بحساب F لواحد. إذا قمنا بتعويض X بواحد نتيجة هي 2، وبالتالي إذا اعتبرنا هنا 1، أي هنا 1 2 تكون هنا. هنا لاحظ معي X حسب هذا المثال، X تقترب إلى الزائد ما لا نهاية، يعني نتجه في هذا الاتجاه زائد ما لا نهاية، هنا نتجه في هذا الاتجاه، فنقترب نقترب 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 إلى هناك، فقط اقتراب وليس تقاطع. إذن بهذه الكيفية نفسر المقارب الأفقي. لاحظ معي أن هذه المسافة دائما تصير أصغر، أي أن هناك اقتراب من لما تكون Y تساوي 1. هنا نعتبر Y تساوي 1. فيما يخص الحالة الثانية، أي أن X تقترب إلى الناقص ما لا نهاية، لاحظ معي نقوم باختيار نقطة M تساوي مثلا ناقص 1، وهنا نحسب قيمة ناقص 1 أو F لناقص 1. إذن هنا إذا قمنا بتعويض X بناقص 1 النتيجة 0، وبالتالي تكون هنا، أي هنا 0 وهنا ناقص 1. هذه النقطة
المنحنى يمر من هذه النقطة ويقترب، يعني الآن نتجه في اتجاه ناقص ما لا نهاية ونقترب لهذا المنحنى. إذن هو يقترب ولا يتقاطع، يعني هناك فرق بين الاقتراب والتقاطع أو التطابق. إذن هو يقترب بهذه الكيفية في اتجاه زائد ما لا نهاية. وكما نلاحظ هنا هذه المسافة تصير دائما أصغر، يعني هناك اقتراب، هذا هو مفهوم الاقتراب. إذن بهذه طريقة يمكن توضيح أو تفسير مفهوم المقارب الأفقي. وأحيانا نقول تأويل هندسي، يعني أول هندسيا لما تقترب إكس من زائد أو ناقص ما لا نهاية بحيث النتيجة تكون ب، فتكون النتيجة كما نلاحظها الآن.